جبل، بوس ايدك، حاجة تغمق بجرحي. بدي غمق فيه لجرحك وبدي يكوي لك يا. لازم تبطل بكبكي ولازم تشيل الأفكار النجح من راسك. بدي شو مفكر؟ بدي اياك تعرف، ايه وربي شاهين هذا حرق لي قلبي اكتر منك. شاهين كسر لي ظهري، انا زعلان منه وزعلان عليه. كسر لي ظهري بكى صخر. اسمع الكلمتين، نحنا حق معنا، بس اللي بيتطلع بمنظرك هذا بفكرنا محقوقين. نحن ما ظلمنا لهالزلمة، طول عمرنا ايدينا ممدودة إله، اليمين واليسار. نحن ما ظلمناه، بيو اللي ظلمه، عمك اللي ضغط عليه، عمك اللي توه له رأيه. أنا عتبي كبير، عتبي كبير على اللي ماسك بهالسيرة ونازل شك بظهري. بس ربي ما حدا رح يقدر يقرب ويدعس على خيال من خيالاتنا طول ما في نفس. الله يقويك خيي، بس أنا ما في سألك شيء. ابن امي وبي، الايد اللي بضرب فيها، فهم؟ بس حدا مثلي شو بده يفيدها؟ بعدين انت ليه جايبني لهون؟ ريحة أدوية دندنت أجهزة سبيرتو شو مش مشفى. اسمع، هذا المطرح اللي انت فيه احسن مستشفى ببيروت واللي فيه معارف. دكتورة نهى. اهلا صخر. هلا. هذا اخي صار عندك، كيف فينا نساعده؟ في عنا الدكتور حداد، أهم جراح عيون بالبلد، رح دبر له موعد وهو بيتابع معه. انتو شو عم تحكوا؟ ارمي على الله أخي، ارمي على الله. Thank you.
ما تحكي لي للهمم جبال. عدت على خير؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يبشرك بالخير يا ابو علي، يعني رح يرجع يشوف؟ لهلا مش مبين، في حكيم مختص هو عم بيعالج. طيب وجبل هيك رح يضل مختفي؟ مش اصول انه يضل بعيد عن اهله وبيته بهيك وقت؟ كمان انت عم تحكي بالاصول؟ والله من حرقه قلبي عليهم. قليل شو عم بيصير بهالعيله، كانه في حدا داعي عليهم. غيمه سوداء وبتمروا ان شاء الله. هيدا ابنك علي رجع لنا وصاخر عم بيتعالج، وشوي شوي الامور بترجع مثل الاول واحسن ان شاء الله. الله يسمع منك يا رب. انا خريجة اعلام، بحكي انجليزي وفرنسي وعم بشتغل على لغة ثالثة وساكنة ببيروت. بس حسب السيفي اللي مقدمتيه حضرتك مبين انه ما عندك ولا اي تجربة عملية. ايه مزبوط، بصراحة انا مرقت بشوية ظروف عائلية اخذت من وقتي بعد التخرج، بس هلا تفرغت. عندك شي فكرة عن المعاش؟ يعني إذا مش الحاجر. لا أنا ما بيهمني، ما بدي أشتغل مشان المصاري، أنا حابة التجربة. أوكي، أنا كتير بقدر حماسك وشغفك، وبعرف اللي مثلك قديش بيكون في عندهم هيك أمال وطموحات، مشان هيك رح كون كتير صريح معك. أو سوري برجع بعدين. لا لا تفضلي نور، تفضلي بليز. لسا واعطيني رأيك. سكوب جديد؟ مثل العادة. نسيت اعرفك على مس منى، خريجة اعلام من جيلكم المحمص. نور رحمة. ولو حضرتك غنية عن التعريف، أنا منى شيخ الجبل، وعلى فكرة معجبة كثير بطريقة شغلك. شيخ الجبل؟ تشرفنا. هلا مش كثير فينا نحط تصورات، القصة بصراحة معقدة شوي، وما بدي أحكي بشيء مش أكيد منه. بكفي لنا في أمل. حضرتك شو بتقربه؟ بيكون خيو للمريض. بحسب الصور والتحاليل اللي عاملينها سابقا، الامل موجود طالما العصب البصري سليم والشبكه عندها حساسيه للضوء. ما بخفي عليك عيني اليمين متضرره منيح، بس عم ندرس امكانيه زرع قرنيه بالشمال. يعني بيرجع يشوف؟ خلينا نكفي فحوصات وبعدين بجاوبك. بس ما قلت لي كيف صارت الحادثه؟ ارميها على الله. دكتورة ما في مريض طالبك غرفة 602. شو مش الحال؟ أكيد دايماً مش الحال. شو رايحة؟ إيه بس ليكي شو؟ حضري لي ملف الهيبة. خير؟ الهيئة رح ارجع افتحه. ادولي يعني مشيرين تيل الفاليو بسرعة. شو عم تعملي حكيمة؟ هيدا معدل. ولك طب بركي رجع غط. ابن عمك فاق خلص. الحمد لله على السلامة يا ابن عم. وين أنا؟ شو صار؟ اهدى اهدى ما تتحرك مشان الجرح. سامحني يا ابن عمي، صحاني عم موت. بعيد الشر بعيد الشر، الله الشافي. اهدى بس انت وشد حالك وحاجة تدلع. ها امي وين؟ وين عالمي من عمي؟ وين ريما؟ بخير بخير، كلهم بخير ونعمة. انت اللي انت، كيف حاسس؟ آخ موجوع يا من عمي، موجوع. وانا مثلك ويمكن اكثر منك.
بلش مفعول المهدئ، خليكن حد وما تتركوا. الحمد لله، وين كنا وين صرنا؟ هذا كله بفضل الله وفضلكم. هيدا واجبنا. المهم هلا انت صار فيك تروح ترتاح. امتى فينا نطلع؟ قريبا. هلا لازم تضل 24 ساعه تحت المراقبه، بس صار فيك تطمن. هم منزح عن صدري وربي. كتر الف خيرك، انت اصيله وبنت بلد. كيف الجار؟ أهلين. رايح لمطرح بدك وصلك؟ لا ما في داعي، لقيت حالي مالل شوي، قلت بمشي رجلي. وأنا كمان زهقانة، ما عبالي أطلع على البريدج. بدك تتغدى سوا؟ لا معلي شي، خليها غير مرة. بوعدك بياخدك على مطعم كتير طيب ودايت كمان، ما فيه نقطة ملح. طيب شو رأيك إذا بتحبي يعني تفضلي عندي؟ لعندك؟ ما عم بقلك زهقانة، ما عم بقلي أقعد بالبيت. يلا. طب ليكي معلش فادي بشرفك. يلا يلا. شو عم تعمل؟ معلش في قرصة برد، ما كتير صحبة مع الكشف. كل شي منيح؟ مرسي. هيك بدلك حط لوينات؟ ليش في مانع هون يعني؟ لا بس المفروض تكون أنا المشهورة والهربانة من الناس مش أنت. على رأسي. ها منيح هيك؟ كتير منيح هيك. على القليل بشوف عيونك اللي عم تحكي. شو تحقيق؟ هلا هيك طلع معك؟ العيون بتحكي، مش هيك انتو بتقولوا؟ صح، احنا بنقول العين مغرفة الكلام. ها أول مرة بشوفك مبسوط هالقد، مبتسم من قلبك. ايه في أخبار حلوة لأنه من الشغل. انقبلت؟ لا تقريبا يعني. طب مبروك، هاي خبرية حلوة. مضيت؟ لا لسه بكير لنعدي مرحلة الخطر. أي خطر؟ ما أنا موظف أجنبي. ما فبيكون في اجراءات امنيه وما اجراءات امنيه هيك شيء يعني. اوكي. بس ليك بدك توعدني اول ما تبلش الشغل العزيمه رح تكون عليك. وعد. جاهزين. الو. ايه اهلين. سافا بس ما عرفت مين معي. أهلين كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا آسفة إذا عم عطلك عن شيء. أنت قلتي لي أحكي معك. بصراحة أنا قدمت لأكثر من جهة، بس أنت بتعرفي هيك قصص بدها دفشة. والله بكون كثير ممنونتك. بكل الأحوال أنا رقمي صار عندك، على وقتك بنلتقي وبنحكي. شكرا كثير مرة ثانية. لا حبيبتي على شو؟ خلص ولا يهمك. اوكي باي باي.
هيدي شمية مثلك عم بتفتش على شغل وأنا عم جرب ساعدها. كويس، إذا بيطلع بإيدك لشو لا؟ بصراحة متضايقة شوي من حالي، يعني أكيد أنا حابة ساعدها بس بنفس الوقت إلي مصلحة معها. أيوة صالح حلو بلا سائلة. هلا الموضوع هيك إجا صدفة، على كل يعني أنا ما بقصر لا معها ولا مع غيره. معناتها محلولة، مشان شو عم تجلدي حالك؟ أجلد حالي؟ لا مش لهالدرجة، بس بكره حالي هيك. ما في أبشع من فكرة وحدك وحدي، وكل خدمة لازم تدفع ثمنها ويكون إلها مقابل. إيه بس الدنيا كلياتها صايرة هيك، في شي بلا ثمن؟ لا بس أوقات الثمن بيكون غالي. ما قلتي لي شو كان بدك منها؟ شو بك؟ ليك خلينا ناكل ونمشي. ايه ماشي بس لشو تكركبتي؟ ما بدي اسبب لك اي احراج بسببي. احراج؟ ما تبرم ما تبرم، في شاب وراك على هديك الطاولة عم يراقبني. بتعرفي؟ وبعرف يلي بعته. ايه شو ايه؟ يعني شو دخلني ليش حتى ما أبرم؟ ليك بعتقد ما بقى فيني أخبي عليك. بتتذكر هديك الليلة لما فهمت عليكي بتذكر، ما في داعي تكملي. لا أنا تعودت، ما تنسى قديش بشوف ناس وعالم كل يوم. كل القصة أنه هلأ بجمع شوية معلومات عن أصلك وفصلك لحتى يطمن. هو حدا بيغار علي مش أكتر. بيغار عليكي ولا بيخاف عليكي؟ شو الفرق؟ فرق كبير. أنا ما بدي أتدخل يعني بحياتك وهيك، بس القصة كلها بإيدك أنت. يا ريت. لك عادة أنا ما بحب أحكي بهيدا الموضوع، بس هيدا دين برقبتي وعم بدفعه. أنتي أدرى، رح بحكي لك قصة ليكي. كان بزماناته في عندي قفص عصافير، بيوم من الأيام فتحت الباب كان يطيروا، يعني فتحت الباب اللي جناحاتهم قوايا حملوا حالهم وراحوا، طاروا. جناحاتهم ضعاف ما طاروا مع انه الباب مفتوح. ليه عم تخبرني هالقصة؟ عم خبرك هالقصة هي لحتى اشرح لك لشو انت قادرة. انا معلش سامحيني لازم امشي. انا بعتذر منك اذا سببت لك اي مضايقه اي ازعاج اي شيء. ها خليك بنطلع سوا، صدقني القصه مش اكثر من اثبات وجود. عم بحاول يفسر لي انه اذا ما كان معي رح يكون حوالي. حياتي كلها هيك تعودت عليها. بعرف صوت الضرب كانت واصله لعندي. مرسي. أنا حقك علي بس القصة كانت بتفزز العصب من التوفة. مشكورة على العزيمة. صفا اللي عم تعملوا هذا
ماله آخرة ها؟ أنت شغال عند ناس كبار، والناس الكبار هدول ما بيفكروا إلا بمصالحهم، مشان هيك بجوز بأي لحظة يدعسوا فوق راسك ويكملوا ماشي فوقك. بس سمي مينك أنت؟ ها؟ مين؟ بدو على أساس يعني عم تعمل المطلوب منك؟ وبعدين بتكون مشنس إذا طار الكرسي من تحته وكف بلاء عنك، مشان هيك خذ نصيحة مني وك يا حبيبي، دور على درب رزق تاني، بعد عن الشيطان ومواويله. ها؟ لا 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 لك يا كويس، ليش هيك؟ قلت لك خذ نصيحة مني. ها؟ شوف ما أحلى. اسمعوا لك، أنت هلا كتب لك عمر جديد، وأنا شفت وشك وخلص حفظت صورته، يعني إذا لا سمح الله وربي طبيبك الله، متر حساب ريح شوي لورا بس قرب قرب راسك لقدام قرب حط دقنك طمني حكيم. إن شاء الله خير، في أمل. Thank you.
ضروري انت اللي نقلتني لهون للجبين. ليش عملت معي هيك؟ ليش ما تركتني موت؟ اني خنتك استاهل اكثر من الغواص. لعبوا لي بعلي وكانوا بدهم يحطوني محلك. طفيت عيون خوفك. انت حط راسي كنت رح تروح بشرب بماي انت ورجالك. بتقوم بتخلصني. خلصتني من الموت يا ابن عمي. لا وهيك قاعد حدي عم تعرض حالك للخطر كورنيلي. جميل اللي عم تعملوا معي يوجع اكثر من الرصاصة اللي فاتت جسمي. بس بوزيدك جبل لي لهش. خبرني لهش جبل بوز ايدك. لو كنت مطرحي شو كنت عملت؟ خياني ورحمي ما بيجتمعوا. شايك لتصور. الله يسترك. انت بالذات ما تحكي بالاصول. بيدك حق. ما في يقول لك شيء. خلص معلم شوفك برا. اللي يا ابو علي صاير شيء؟ حددوا بكره موعد العمليه. طيب خليك. بدي اياك تحضرنا. اسمع هالكلمتين. أنا شلت روحي على كفي لحتى أقدر ساعدك. ومن فضل الله عليك ليكك نفدت. بس لازم أقول لك إنه الناس برا عم تترحم عليك. أمك كل فترة والتانية بتقرأ لك ياسين على قبرك. ما في حدا اللي الله خلقه بيعرف إنك عايش غير أنا. والزلمة صخر اللي هو أخي واللي بينك وبينه طابق ما بيعرف إنك عايش. ما في داعي إلا لك. صخر شو عم يعمل هون؟ وليش عم يعمل بكرة عملية عيونه؟ ايه وبعدين اذا بالهيبة ميت وهامك طايق تشوف صورة وجهي جبيل. اذا ملك مسامحني ليش خلصتني؟ بوس ايدك احكي شو في براسك. ما في براسي غير اللي كنا ناويين عليه. ولأنك عزيز وغالي قررت ان فيك هذا الحكي من قبل ما انت تتقوص. ما تغير شيء. شو معنى طول حكي؟ يعني ان شاء الله بس تقوم بالسلامة كأنك خلقت من جديد. بس بتبلش من مطرح تاني. بتنسى أرضك، بتنسى ناسك، وبتنسى ماضيك. وانت هيك بترتاح؟ أنا ما دخلني فيك. أنا ما بعرفك. تعرفوا هالشاب يا ابو علي؟ ولا بعمري شفته.
عليك العافية. لا الموضوع واضح، بقصد هالشيء كان متوقع، كرمال هيك كانت فكرة عزله. طيب طيب، إذا جد شيء خبروني. خير سيدنا، صاير شيء؟ غازي ما قدر يتحمل خبرية ابنه وأضرب عن الطعام.